متحمسة. أصلاً سهرت ما نمت من قدر الحماس. دكتور الصيدلة، عشان أخوي دكتور أسنان لما يفتح العيادة حقته أنا أكون جنبه، لما يقول للمريض إنه هذا الدواء حقك يجي عندي. أدخل طب، دكتورة أسنان، ربة بيت. بداية جدا جميلة ليوم جميل لجيل إن شاء الله أجمل. الخطط الدراسية سلمت من أول يوم، الجدول تسلم من أول يوم، انتظموا في الحصص. طبعا حماس جميل، لأن المدرسة هي ميزان الحياة، المدرسة ترمومتر الوقت، المدرسة النظام يمنح البيوت والأسر تنظيم وترتيب دقيق، ونعدكم بأن يكون هذا الفصل الدراسي أجمل وأكثر عطاء وأكثر إبداع.